أعون مرور أثارت فيديوهات له على المواقع الاجتماعية ضجة هذه الأيام نتيجة ملاحظة تفانيه الواضح في أداء عمله إلى حد تكريمه من قبل وزير الداخلية تشجيعا على مواصلة العمل بهذا النسق. مبروك الحوات، أعون شرطة مرور يعمل بمدينة مدنينة أصبح الأكثر شهرة هذه الأيام على المواقع الاجتماعية الفيسبوك على إثر فيديو مصور له أثناء أدائه لعمله. فيديو وجد انتشارا سريعا، التقطه الشاب مروان عثمان لهذا العون بأحد مفترقات المدينة. نسق هذا هو اللي تشوف فيه، أنا نسق معتاد منذ سنوات أعمل بهذه الولاية، نفس النسق نفس التماسي، مرار كبار السن، مساهلة مستعملي الطريق، حث مستعملي الطريق على أخذ الحذر. لما أنا كيما شفتيني جيت نخدم على روحي، روحت للدار جيت إلا أن أنا انتباهي أنا وجود شكون صريت فيديو مصور. مبروك الحوات لم يتوقع أن يحدث الفيديو المصور كل هذه الضجة ليؤول الأمر إلى تكريمه من قبل وزير الداخلية. كنتش متوقع، أنا كنت نخدم عادي، كنت نخدم في مهنتي عادي، أما السيد وزير بالمناسبة نزوله والشكر وواجبنا هذا تجاه بلادنا، ما عندنا حتى مزية معنا نخدمه. نسق عمل مبروك في تسهيل الحركة المرورية شهادة من الجميع، وما بث في الفيديو هي عينة من النشاط المعتاد لهذا العون. بالنسبة للسي مبروك فريد من نوعه بصراحة، عون فريد من نوعه وبصراحة مالتك لي حتى أخلاقه به مع العباد. الناس كل تعرفوا هذا معروف بالسفارة متاعه وبالنغمة متاع السفارة متاعه، فهمت؟ ويعني ونعرفوا عنده 5 سنين تقريبا هنا، يعني نفس يمشي يعني يخدم بنفس النسق. ايه معروف برشا صحيح، ومش اليوم ولا امس ولا سمعنا برشا عليه دوي وفي التلفزه وكذا، هو عنده 5 سنين ولا 6 سنين يخدم في نفس النسق هذايا، مبروك فهمتني. حب هذا العون لعمله هو ما يجعله متفانيا في ادائه بطريقه تلفت الانظار اليها، طريقه اشاد بها كل من يعرف هذا العون.